بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، نص رائع جدا نقرأه، هو جزء من الرقية الشرعية. الحقيقة قبل أن أتلو عليكم هذا النص الكريم الذي هو عبارة عن دعاء بأسماء الله الحسنى، معظم من يقرؤون الرقية الشرعية أو يستمعون إليها أو تقرأ عليهم، معظمهم لم يتدبر أسرار أسماء الله الحسنى في هذه الآيات الكريمة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، القاعدة تقول كلما أدركت عظمة أسماء الله الحسنى سوف تتأثر بها أكثر ويخشع قلبك أكثر وتصبح أكثر يعني هذه الأسماء تكون أكثر شفاء بالنسبة لك. هذا هو ما أحببت أن نتعلمه اليوم. وأنا دائما أقول أي نص من نصوص الشفاء لا تكتفي بأن تستمع له أو تذهب لمن يقرأه عليك، لا، النص أنزل لك، القرآن أنزل إليك لتتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. النص أخي الحبيب هو آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، والتي فيها أكبر أو أكثر عدد من أسماء الله الحسنى، هو الله. انظر إلى هذه البداية الرائعة، يعرفك أن هناك إلها للكون، هو الذي يشفي، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو السلام الذي يمنحك الطمأنينة والسعادة، هو العزيز القوي، هو العليم، عليم بحالي، هو الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إذن هذه هي الآية الأولى التي أحبك أن تفهمها أولا وتحفظها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. انظر كم اسم من أسماء الله الحسنى. هو الله، هذا الاسم الأول. الذي لا إله إلا هو، هذه صفة التوحيد، وعبارة التوحيد وهي مفتاح الجنة، وهي خير ما قاله النبيون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إذن أنا لا داعي أن أشكو حالي لله لأنه يعلم ما بحالي. أقول علمك بحالي يغني عن سؤالي، فأقول يا رب أنت عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الناس، أنا مصيري بين يديك، أنا لا أعلم ماذا سيحدث غدا، ولكن أنت سبحانك وتعالى تعلم، فأنت عالم الغيب الذي لا أعلمه أنا، والشهادة، وتعلم الآن ما أشاهده، ما أشهده وأراه أنت أيضا تعلمه. هو الرحمن الرحيم، أقول يا رب أنت تعلم كل شيء، تعلم السر وأخفى، وتعلم الغيب، وتعلم مشكلتي، وتعلم ما بحالي، فأنت الرحمن الرحيم فارحمني. إذن هذه هي الآية الأولى، أحفظها أخي الحبيب. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ولكي تثبت الحفظ اقرأها في صلواتك، اقرأ هذا النص في صلواتك، يعني لمدة 10 أيام ستحفظه مثل وكأنك تحفظ اسمك، لن تنساه أبدا إن شاء الله. ولكن أريدك وأنت تقرأ هذا النص أن تشعر، أن تشعر بوجود الله بقربك، أن تشعر أن الله معك سبحانه وتعالى، أن تشعر أن الله فعلا يعلم، فعلا هو الرحمن الرحيم، فعلا هو الذي يرحمنا. الآية الثانية،
هو الله الذي لا إله إلا هو، نفس البداية لاحظة هناك، هو الله الذي لا إله إلا هو، وهنا تتكرر حقيقة التوحيد لأنها أهم حقيقة على الإطلاق في حياة المسلم. كأن الله يريد أن يقول لك تأكد أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، فلا تدعو أحدا غيره، ولا تلجأ لأحد سواه، ولا تظن أن أحدا غير هذا الإله العظيم الذي لا إله إلا هو، لا تظن أن أحدا يستطيع أن يضرك أو ينفعك إلا بما كتب الله لك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. عد معي أسماء حسنى كثيرة. الملك القدوس. إذن هو الملك، أنا لا أخشى من أحد أن يقل رزقي. هو الملك، هو المتصرف، هو الذي يعطي، هو يمنع. الملك القدوس، الله عز وجل قدوس، يعني هذا الإله العظيم ليس كملوك الأرض، لأن ملوك الأرض الملك قد يكون ظالم، قد يكون بخيل، قد يكون طماع، قد يكون مؤذي، قد يكون مسرف. لا لا، هنا قدوس، صفة تشعرك أنك أمام إله عظيم مقدس. هو قدوس، يعني منزه عن أي شر، منزه عن الولد، منزه، لا يعجز أن يرزقني، لا يعجز أن يحفظني. قدوس، ضع ما تشاء من معاني التي فيها التقديس والتنزه والتعالي، وفيها معاني الرحمة أيضا. يعني أنا ألمس في اسم القدوس الرحمة والعدل والرأفة بعباده، وألمس فيها في هذا الاسم العظيم أنه قريب من القلب. يعني الله معي، هو قدوس، يعني هو ربي سبحانه وتعالى، يعلم ما بي. الملك القدوس، السلام. كلنا نبحث عن السعادة والسلام، للأسف لا نجدها في لا في المال ولا في العلاقات ولا في الأصدقاء ولا بين الناس، نجدها مع الله عز وجل. السلام المؤمن المهيمن. المؤمن أخي الحبيب اسم من أسماء الله الحسنى، يدلك على إله رحيم كريم، تستمد منه الإيمان، تستمد منه الثقة، تستمد منه الطمأنينة. السلام المؤمن المهيمن، وبنفس الوقت سبحانه وتعالى يسيطر على هذا الكون، يهيمن ويتحكم، فهو الوحيد المتصرف في الكون. لا تظن أن أحدا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن الله، أو أحدا يستطيع أن يمسسك بخير أو بضر أو بشر أو بمرض أو بأذى إلا بإذن الله، كله مكتوب عنده سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو. احفظ معي أخي الحبيب، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، خمس صفات متتالية. ثم العزيز الجبار المتكبر، ثلاث صفات أخرى. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. عزيز إذا قدر وقضى، عزيز سبحانه وتعالى يعاقب. ينبغي أن ننتبه ليس فقط إلى صفات الرحمة، بل الله يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني لا تتذكر فقط صفات الرحمة والمغفرة وتنسى أن هذا الإله متكبر، فلا نتكبر نحن، هي صفة لله.
أبغض صفة هي صفة التكبر بالنسبة للبشر، لأنها صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز الجبار المتكبر. إذن كل هذه الصفات تجعل من الله سبحانه وتعالى أنه يستحق صفة المتكبر، ولكن بعدل. المتكبر في حق البشر لماذا صفة سيئة أخي الحبيب؟ لأن التكبر عندما يستكبر الإنسان يظلم، يطغى، يفسد، يأكل أموال الناس، يتعالى على الناس. ولكن المتكبر عز وجل أرحم بك من نفسك، من أمك، من أهلك. المتكبر رحمته وسعت كل شيء، وليست صفة سيئة، هي سيئة في حق البشر. فلذلك هنا هذه الثلاث صفات: العزيز، الجبار، المتكبر. فكل جبابرة الأرض لا شيء أمام الله عز وجل. انظر أخي الحبيب، هذه الصفات تزرع فيك الثقة، تزرع فيك القوة. أحدنا عندما يتعرف إلى ملك من ملوك الأرض يشعر بقوة. أين يستمدها؟ من ذلك، من قوة الملك هذا. تتعرف إلى غني تشعر بالغنى، تستمد غناك منه. تتعرف إلى إنسان مثلا عالم تستمد العلم منه، وهكذا. فكيف بمن يتعرف على العزيز الجبار المتكبر؟ سيتصاغر في نظرك أهل الأرض جميعا أمام الله. لن تهاب أحدا، لن تخاف من أحد. لذلك هذه الأسماء الحسنى مهمة لعلاج الوسواس، لعلاج الإحساس بالضعف، لعلاج الخوف، لعلاج الخوف من الناس، الرهاب الاجتماعي، لعلاج ضعف الشخصية. أنا قويت شخصيتي بالقرآن، بأسماء الله، أنني أدعو الله بها، وكل يوم أحاول أن أفكر وأستنبط معاني جديدة. إذن هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، خمس صفات احفظها أخي الحبيب. ثم العزيز الجبار المتكبر، آخر صفة هي المتكبر. وانظر معي إلى التسلسل: عزيز، جبار، متكبر. لاحظت؟ ثم تختم الآية بقوله تعالى: سبحان الله عما يصفون. يعني تعالى الله وتنزه عما يقولون. له ولد؟ مثل هذا الإله يحتاج إلى ولد؟ بالله عليكم، مثل هذا الإله يكون ضعيفا؟ لا. الآية الأخيرة أيضا تبدأ بقوله تعالى: هو الله. انظر ثلاث آيات: هو الله، هو الله، هو الله. هذه آخر ثلاث آيات من سورة الحشر. هو الله الخالق، البارئ، المصور. الخالق، البارئ، المصور. ما معنى خالق؟ هو خالق كل شيء. ما معنى بارئ؟ هو الذي بدأ الخلق على غير مثال سابق. يعني الإنسان قد يخلق، قد يخلق مثلا زجاجة ماء، يصنع، يعني معنى يصنع. الخلق هو الصناعة بالأساس. ولكن أن تأتي بخلق جديد ليس له مثال سابق، نقول برأ الشيء، برأه، أوجده من العدم، فهو البارئ. طيب هذا الإله الذي خلق كل شيء، لماذا أنا الآن أتعرف عليه وأثق به؟ لماذا أخاف من غيره؟ لماذا أحمل هم الغد؟ لماذا أحمل هم هذا المرض الذي أصابني ولا أجد له علاجا؟ لماذا أحمل هم إنسان يؤذيني وأنا أعلم أن الله هو القادر أن يصرف شره عني؟
هو الله الخالق البارئ المصور، هذه الآية الأخيرة، هو الله الخالق البارئ المصور، ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر، ختم سلسلة أسماء الله الحسنى، بدأها بالله هو الله، وختمت بالحكيم. لماذا اختار صفة الحكيم ليختم بها هذه الآيات؟ سأقول لك أخي الحبيب، ما هي الحكمة؟ الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكيم هو الذي يعلم دقائق الأمور فيضع الأمور في مكانها. يعني أنا اليوم أصابني شر، يجب أن أعلم أن هذا فيه حكمة من الله، لأن هذا الشر لا يمكن أن يصيبني إلا بإذن من الله أولا. وإن يمسسك الله بضر، وليس فلان أو فلان، فلان أو فلان وسائل وأدوات فقط، عباد لا يملكون أي شيء. فأنا عندما أدرك أن هذا الحكيم أذن لي بهذا المرض، إذا لابد من وجود خير، إما أن يصرف عني شرا في الدنيا. إنسان قد يمرض فيمنعه مرضه من سفر ما يكون فيه هلاكه، هذا السفر قد يصاب بحادث، قد يصاب بخسارة معينة فتصرف عنه ببركة هذا المرض. قد تكون ذنوبك كثيرة جدا وتراكمت جدا، فيأتيك هذا المرض ليطهرك من الذنوب. قد يكون هذا البلاء محبة من الله، الله يريد أن يكتب لك منزلة عالية لا تبلغها بعمل، فيبتليك بما تكره. فإذا ما دمت أنا مع الحكيم لن أحمل هم أي شيء، إذا ضاق رزقي أعلم أن هناك حكمة لأنه حكيم. إذا أصابني خير أيضا أعلم أن هناك حكمة لأنه هو الحكيم. هذه الأسماء الحسنى عندما أستوعبها وأدعو الله بها تقودني للتوكل الكامل على الله، أن أعطي كل ثقتي لهذا الإله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وبالتالي أخي الحبيب، أنا عندما أقرأ هذه الآيات بهذا الشكل، قراءة تدبرية تأملية تفكرية، أصبحت أتذوق معاني هذه الآيات، أصبح لهذه الآيات أثر كبير في حياتي، هذه الآيات أصبحت تؤثر مباشرة على حياتي، عالجت بها الأحزان، عالجت بها الهموم، عالجت بها بعض الأمراض، لم أعد أشعر بأي ألم مع العلم أن المرض موجود، ولكن أصبحت أشعر برحمة الله وأنه هو العزيز الحكيم وهو المتكبر وهو الخالق وهو البارئ وهو السلام. وبالتالي أخي الحبيب، يعني رجاء احفظ هذه الآيات الثلاثة، وهي كلها عبارة عن ثلاث أربعة أسطر، يعني ليست طويلة، احفظها منذ هذه اللحظة، كررها في صلاتك عندما تصلي، وقبل النوم اقرأها 7 مرات على نية الشفاء، وأنا واثق أن حياتك ستتغير نحو الأفضل إن شاء الله. دعوني أختم بقراءة هذه الآيات الكريمة. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآيات شفاء لنا ولكم، وشفاء لما في صدورنا، وشفاء لأمراضنا، وأن تكون سببا في فتح أبواب الرزق وفتح الأبواب المغلقة وتيسير كل عسير، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.